خبر عاجل أمامكم مشاهدين على الشاشة. مجلس النواب بيوافق على اللائحة الداخلية للمجلس بأغلبية 403 صوت، وده بيأكد كلام النائب السجيني، ويرسلها غدا لرئاسة الجمهورية. وبكده نبقى قفلنا خلاص باب اللائحة الداخلية اللي قعدنا من ساعة ما بدأنا بالبرنامج وإحنا بنتكلم على موضوع اللائحة الداخلية. انتهت اللائحة الداخلية اللي المجلس من خلالها يقدر ينظم شغله ويقدر يشتغل ويقدر يشكل اللجان اللي بناء على هذه اللجان تقوم بدورها الرقابي والتشريعي في التعامل مع الحكومة وفي التعامل مع برنامج الحكومة ومع الوزارات المختلفة. كده انتهينا من أصعب نقطة، تنظيم البيت الداخلي.